ومنها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم. وقد سبق قول أحمد للذي سأله ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنه ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي فاتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع. قال فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال ظننت أنه قبر بعض أهله. قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد كلهم أهله وإخوانه. قال إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعتك موعظة صفوان. قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك فقالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا. وأني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة فيا له منظر لم أسر به قلوبهم ما أنكر مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. نعم. ومنها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها. هذا يتصل بالموت. زيارة القبور نافعة لتذكر الآخرة وولين القلب. والمقصود بالزيارة التي يحصل بها الاعتبار والاتعاب في ما أشاهده من حال الناس، أن زيارتهم للقبور حال اتباع من الجنائز لا تحصل بها عظة ولا عبرة. في الغالب الذين يتبعون الجنائز يحصلون أجر الجنازة ولكن لا يحصل لهم من التعاب والاعتبار ما يلين القلوب، لأن كثرة الناس والاشتغال بالميت وكثرة الكلام واللغط مما في الحقيقة يذهب معنى الاعتبار والاتعاب. فزيارة القبور المقصود بها أن يأتي القبر سواء كان واحدا أو جمعا ويعتبر بحال الميت ويتعب بما سيصير إليه ويخلو بنفسه تفكرا واتعابا واعتبارا حتى ينزجر عن غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ومعنى تذكر الآخرة تذكر ما يستقبله الإنسان بعد موته، فإن الآخرة مبداها هو هذه الحفرة. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى، فقيل له في ذلك قال إنه أول المنازل، فإن كان صالحا فما بعده مثله وإن كان غير ذلك فيتوقع الإنسان أسوأ بعد ذلك. على كل الإنسان ينبغي له أن يزور القبور، وزيارة القبور المشروعة يتحقق بها فائدتان. الفائدة الأولى اتعاظ الزائر واعتباره، اتعاظ الزائر واعتباره. والفائدة الثانية نفع المزور الميت بالدعاء له، فإن الإنسان إذا دخل المقبرة شرع له أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ثم إذا أراد أن يخص ميتا بالزيارة وقف على قبره فدعا له وخصه بسؤال المغفرة والرحمة والخير ودفع الشر، فيكون في هذا قد حصل الزائر فائدتين، فائدة تخصه وفائدة للميت. الفائدة التي تخصه هي الاعتبار والتعظ، والفائدة التعلق بالميت هي الدعاء والسؤال له بعد انقضاء عمله. قال رحمه الله منها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيره، فشقي وسعيد ومسرور ومحزون ومستريح ومستراح منه. هذه أقسام المقبورين، أقسام الناس بعد موتهم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
وذكر جملة من الأحاديث والقصص، فذكر في القصص قال: وذكر ما بالدنيا وغالب ما يذكره ضعيف، عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي فأتبعه ذات يوم أو فاتبعته ذات يوم، وقلت: والله لأنظرن ما يصنع شيء يعمل عند القبور. قال: فقنع رأسه أي غطاه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال: فظننت أنه قبر بعض أهله، يعني فظن أن ما يجده من البكاء لفراقه. قال: فمر بمرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره أو إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك، أي بكى وحتى رحمه. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وهو من التابعين، وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد: كلهم أهله وإخوانه، يعني ليس هذا البكاء لقرابة ولا لأخوة، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. وهذا يفيد أن ذكر الأموات بزيارته مما يحرك القلوب وينفي عنها القسوة. قال: ثم جعل محمد المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع فسلمت عليه ذات يوم، فقال: ماذا نفعتك موعظة صفوان؟ الله أكبر، هذه موعظة قولية أو موعظة فعلية؟ موعظة فعلية. كان يقول لو ما نفعتك موعظة صفوان، يعني هل انتفعت بها أنك تراه يأتي ويبكي ويتعب ويلين قلبه بالقبور؟ لأن صاحب القصة هو صفوان بن سليم، هو الذي كان يأتي للقبور ويبكي عندها. فقال له محمد بن المنكدر، قال للتمار محمد بن صالح، قال له: ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. انتفع من؟ محمد بن المنكدر انتفع من سؤال محمد بن صالح التمام عن حال صفوان بن سليم. وهكذا ينبغي أن ينتفع الإنسان من كل أحد، حتى السائل قد ينفعك، حتى السائل قد ينبهك إلى أمر يلين به قلبك أو تهتدي به إلى الصواب. فلذلك ينبغي أن لا يحتل الإنسان السائلين ولا يظن إنما المستفيد هو السائل، فالفائدة للسائل والمسؤول. قال: وذكر هذا النبي الدنيا أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور. يعني لقائل يقول: كيف ابن رجب يأتي بهذه القصة وهي منكر، إذ زيارة القبور مما نهي عنه؟ الجواب على هذا أن زيارة القبور مما اختلف فيه العلماء، فهذه لعلها كانت ترى إباحة زيارة القبور أو أنها ترى كراهيته لا تحريمه، فعوتبت في ذلك أي في إتيان القبور، فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا، أي صورة الفناء والذهاب والموت، وإني لآت القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها. الله أكبر، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعثرة يعني بالتراب، وإلى تلك الأجسام المتغيرة، وإلى تلك الأكفان الدنسة يعني التي تغيرت بسبب تفسخ الأبدان، فيا له من منظر لم أسر به قلوبهم، ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلف الأبدان. ولو أنها أبعدت النظر إلى ما وراء ذلك من الحبور والعذاب لكان أكمل في الاتعاب. وقال زياد النميري: نعم. وقال زياد النميري: ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور، ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاد وذكرت ما نحن فيه من المهلة، قال: فعند ذلك تختفي أطواري. البناء الفناء، فإنه اسم لما يذهب وتأكله الأرض،